البرلمان الليبي يؤجل التصويت على الحكومة الجديدة بعد انسحاب وزيرين منها. إيطاليا تعتقل جزائرياً متورطاً بهجمات بروكسل وباريس. الأمين العام للأمم المتحدة يعتبر المصالحة بين السنة والشيعة في العراق أساس مكافحة الإرهاب. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس للإعلام، أهلاً بكم. البداية من ليبيا. بعد ساعات على إعلان حكومة الوفاق الوطني، أعلن وزيران الانسحاب منها، مما دفع بالبرلمان إلى تأجيل جلسته المقررة للتصويت على منحها الثقة بحسب ما أفاد مراسلنا. وكان المجلس الرئاسي قد أعلن ليلة أمس تشكيلة معدلة لحكومة مؤلفة من 13 وزيرا بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الصراع في البلاد ومحاربة الإرهاب. ورفض مجلس النواب تشكيلة مبدئية مقترحة الشهر الماضي، وإحدى أسباب الخلاف الذي يعيق تشكيل الحكومة يعود إلى توزيع المناصب الوزارية وخاصة حقيبة الدفاع. اعتقل الأمن الإيطالي جزائرياً في مدينة نابولي بإطار تحقيقات هجمات بروكسل الأسبوع الماضي، وأعلنت الشرطة الإيطالية إن المعتقل ويدعى جمال الدين والي متورط بتزوير وثائق استخدمت في هجمات باريس وبروكسل، ويعمل في شبكات هجرة غير شرعية إلى أوروبا، مضيفة إنه سيتم تسليمه إلى السلطات البلجيكية. انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سياسة الحكومة العراقية بشأن المصالحة الوطنية في العراق، واعتبر بان كي مون في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إن المصالحة الوطنية يجب أن تكون أساس مكافحة الإرهاب والقضاء على داعش. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. الشرطة الإيطالية تلقي القبض على أنطونيو لوفيني بعد 14 عاماً من فراره. أهلاً بكم من جديد. تمكنت الشرطة الإيطالية من إلقاء القبض على زعيم كبير للمافيا بعد أن ظل هارباً لمدة 14 عاماً، واعتقلت الشرطة المتهم أنطونيو لوفيني الذي يعد من زعماء عصابات كامورا المشابهة للمافيا الصقلية في نابولي. لوفيني الذي يرد اسمه في قائمة تضم 30 من زعماء العصابات المطلوبين في إيطاليا يعتبر زعيم عائلة كاسالاسي، وكان مطلوبا منذ عام 1996 عندما أصدرت الشرطة مذكرة دولية باعتقاله. سجلت أول إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في إقليم هونغ كونغ الصيني منذ عام 2003، وذلك بعد تشخيص المرض عند سيدة من الإقليم تبلغ من العمر 59 عاماً. وأفاد مسؤولون صحيون بأن حالة السيدة تدهورت بعد وقت قليل من عودتها من زيارة للريف الصيني، وأعلنت السلطات الصحية في هونغ كونغ عن رفع درجة التأهب إلى الدرجة الخطيرة، مما يعني أن هناك احتمالاً بتفشي المرض. في الختام تذكير بأهم العناوين. البرلمان الليبي يؤجل التصويت على الحكومة الجديدة بعد انسحاب وزيرين منها. إيطاليا تعتقل جزائريا متورطا بهجمات بروكسل وباريس. الأمين العام للأمم المتحدة يعتبر المصالحة بين السنة والشيعة في العراق أساس مكافحة الإرهاب. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا www.foxacademy.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.